فيما يتعلق بالمطلقة خلعا، نعم، هل لها طلب مسكن للحضانة؟ طلب تمكين تقصد حضرتك؟ تمكين مسكن حضانة؟ طبعا طبعا، لان هو الحق هنا مش حقها هي، هي تنازلت عن حقوقها، تنازلت عن حقوق هي، ان المتعلقة بعقد الزواج هي تنازلت نعم عن حقوقها، لكن هي ما تقدرش تتنازل عن حقوق الغير، والصغير ده له حق، له حق، هو الفكرة في حق الصغير في الحضانة أو في مسكن الحضانة، هي لما بتطلب على لسانه هو، لكن هو غير، هو مش قادر على التعبير، لكن القانون خولها هي أن هي تطلب، إيه المانع؟ ما فيش قانون يمنعها أبدا طالما هي حاضنة، طالما هي حقها، أو كانت هي الأم للصغير ده، من حقها قطعيا أن هي تطلب بلا جدال. اذا ما نصل اليه ان المطلقه خلعا لها الحق كامل في التمكين من مسكن ولكن الحضانة. ولكن الخلاف فين؟ نعم. في الاجور. الخلاف في الاجور بمعنى؟ صدر مؤخرا ان هي ممكن ما تطلبش المسكن، ولكن تطلب اجر اجر حضانه مثلا.